أولا الإنسان له قرين من الجن. ممكن نوضح المفهوم له قرين مرافق مرافق من الجن يوسوس له دائما للمؤمن، وله قرين من الملائكة يلهمه الصواب دائما. فأنت بين توجيهين، توجيه ملك توجيه جن، وأنت مخير. وجود كائن يوسوس لك، وجود كائن آخر يزين لك العمل الصالح، أنت أمام دافعين. يعني من أجل التحرك الله جاء بك إلى الدنيا كي تتحرك. لو واحد أحمد مين بيحركه؟ سلبيا الشيطان وإيجابيا الملك. فإنسان لما بيجي وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. دقيق. لا يمكن ومستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يكون للشيطان علينا سلطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سؤال، لو واحد يرتدي ثياب غالية جدا 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 بيضاء وأرقى أنواع الأحذية والقمصان، يعني ثيابه شغلة كبيرة كثير، وفي حفرة فيها مياه سوداء مياه مجاري، ونزل بهذه الحفرة ثم ذهب ليشتكي على إنسان، قال له القاضي هو دفعك إليها؟ قال له لا والله، لا ما دفعني. قال له هل حملك وأنزلك فيه؟ قال له لا والله. لما تشتكي عليه؟ قال له لأنه دعاني أن أنزل فنزلت. هذا الإنسان وين ما كانوا؟ بمستشفى المجانين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لذلك أي إنسان يرتكب المعصية يتوهم وهم أنه قدره. سيدنا عمر رأى شخص شارب خمر فقال أقيموا عليه الحد. قال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال عمر رضي الله عنه عملاق الإسلام أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. لويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. بتمنى بلغ إخوتي المستمعين، أي وهم يتوهمه الإنسان أنه الله قدر على الإنسان المعصية هذا كفر بعينه. الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، قال إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لسعادة الأبد. لما الإنسان بيقصر وتغلبه شهوته على عقله ويرتكب المعصية بيكون دفع ثمنه. فمثلا الجامعة أنشئت للتعليم، أنشئت لتخريج قادر الأمة، والمناهج معقولة وضمن الإمكانية المتوسطة، والأستاذ موجود والكتاب موجود، وطالب ما نجح لا يعزى عدم نجاحه للجامعة، يعزى له فقط. الآن في عنا فريق من المخلوقات في عالم الذر قبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة جاء الله به إلى الدنيا. في الدنيا أعطاه شهوات وأعطاه عقل، أعطاه منهج. في شهوات قوى دافعة، في عقل مقود، أعطى الشهوات قوى دافعة والعقل مقود، وأعطى طريق هو الشرع. هلأ إذا كان سيارة فيها محرك هي الشهوة، فيها مقود هو العقل،
وفيها طريق معبد هو الشرع. مهمة المقود أن يبقي السيارة على الطريق المعبد الذي هو الشرع. فأنت معك عقل ومعك فطرة ومعك نفس معك جسم، هي خصائص الإنسان. عقله جهاز كجهاز الكمبيوتر، ونفسه هي ذاته. مين فلان؟ نفسه. نفسي المؤمنة الكافرة الصالحة الطالحة الأخلاقية سيئة الأخلاق، هي النفس هي الأصل. قد أفلح من زكاها، عرفها بربها، اتصلت به، طهرت من كل الأدران، سمت إليه بأخلاقها. نعم. وقد خاب من دساها، أغرقها في وحل الشهوات والمعاصي. جميل. دكتور، فيه مؤمن وفيه كافر. مين؟ الجن. إيه نعم. الكافر من الجن يسمى الشيطان. طبعا. نعم، يعني كل جني كافر. شياطين هو... والشيطان بيشمل الإنسان كمان. نعم، لكن شياطين الإنس والجن. نعم، لكن أقصد من كفر من الجن فهو شيطان يوسوس. نعم. بالسوء. نعم. ومن آمن من الجن ماذا نطلق عليه دكتور؟ الجن المؤمنون. الجن المؤمن. وقال نفر من الجن. نعم. استمعوا لهذا القرآن. نعم. إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم. لكن الجن ما له سلطان علينا دكتور. أبدا أبدا أبدا. يعني ما نخاف؟ مشان نرتاح. إلك رب واحد. إله واحد، هو الضار والنافع. هو الضار والنافع، هذا الشيء بريحك. طب ما الذي نسمع عليه؟ دقيقة سيدي. فضل سيدنا. لو فرضنا في وحوش كاسرة مخيفة من شهر لم تأكل شيئا، والوحوش هي بمكان، وألقينا في هذا المكان إنسان يؤكل بلقمتين، لكن كل هالوحوش هي مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة، هذه الجهة عادلة ورحيمة وقديرة. هذه الجهة لو أرخت زمام أحد هذه الوحوش لوصل لهذا الإنسان وأكله. لكن إذا كان الإنسان علاقته طيبة مع من يملك هذه الوحوش، ما عنده ولا مشكلة. فكيدوني جميعا، تحدي سيد داود، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة أي شيء يدب على وجه الأرض. النملة دابة، والزرافة دابة، وحوت الأسود دابة، والأسود دابة، والوحوش دابة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لا يستطيع الجن أن يصل إلى الإنس إلا عند الغفلة. إنا وجدناه غافلا. طيب إذا وجده غافلا ما الذي يحصل دكتور؟ بيوسوس له. نعم. وبيزين له. نعم. هذه الوسوسة. نعم. عن موضوع التلبس دكتور، إنه أحيانا يقول لك إنسان يتحدث لكن يعني هذا ليس صوته. هذا الموضوع أنا لا أحب أن أمضي فيه طويلا. في حوله خزعبلات كثيرة. احنا بس بدنا التوضيح الشرعي دكتورنا حتى يعني نستفيد. يعني هذا الانسان منكم. هذا الانسان اذا كان غافل عن الله عز وجل الشيطان يوسوس له. نعم. يعني يتلبس به، لعل انه معنى اوسع، بمعنى انه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة من الشيطان. نعم. اما مبدا انه انسان يتحدث وليس هو ويفعل ولا يدري ما يفعل، شيطان يتحدث. هذا الشيء انا ما دخل ببرنامجي الدعوي. نعم. كل شيء ما له دليل قطعي من الكتاب والسنة أنا أفضل ألا نخوض به إطلاقا. تمام تمام. طيب دكتورنا الكريم، الآن في موضوع العمل والشعوذة وما شابه، بعض الناس إذا أراد أن يضر إنسان أو أن يفرق بينهم يصنع له عمل، ونعرف أنه يتعامل مع الجن. هل لنا بتوضيح هذا الملف، ملف الشعوذة والشعوذة عفوا والسحر والعمل؟ الجن في حالة غفلة الإنسان لهم عمل، يفرقون بين المرء وزوجه. طب مش ممكن يفرق بين زوج صالح وزوجة صالحة؟ لا مستحيل، وألف ألف مستحيل. طوال ما لك صلة بالله أنت محصن. كلامي دقيقة، أنا هو كلام خطير. ما دمت موصول بالله أنت محصن، أنت في حصن حصين. نعم. طيب ما الذي يحصل دكتور؟ كيف تتم قصة الأعمال والشعوذة والسحر؟ ساحر يعني يسجد لجن فيخدمهم، ما الذي يحصل دكتور؟ إن الجن يعينون السحرة
فمن سحر فقد كفر. فإذا كان الساحر عنده رغبة كبيرة بإضلال الناس يستعين بالجن، والجني ما بيقدر يصل للإنس إلا بغفلة الإنسي. نعم. إذن دكتور، طيب موضوع الأعمال والربط والتفريق والكذا، هل هو موجود؟ والله يا أخي هالمعلومات الكثيرة جدا والله تحتاج إلى تأصيل. لا أتمنى على الإخوة المستمعين، هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. موضوع الجن إذا ما في تأصيل، ما في دليل، لا تقبل به. وأنا بتمنى على الإخوة المستمعين، هذا الدين خطير جدا، لا تقبل شيئا في الدين من دون دليل، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. بس في وسوسة مجتمعية عند كثير من الناس أنه هذه البنت لم تتزوج معمول لها عمل، لا، فلان مثلا لم يوفق لهذا الشيء، مو صحيح، والله مو صحيح، صنع له حجاب وما شابه، والله مو صحيح، الله وكيلك. لا تؤمن شيخنا؟ أنا لا أؤمن. وجهة نظرك الشخصية دكتور محمد؟ لا لا، معي أدلة. نعم. أنا أرى أن الله إذا أسلمك إلى جهة ما، جن، إنس، ساحر، إذا قوي، ظالم، طاغية، إن الله إذا أسلم عبده إلى جهة ما وترك لهذا العبد أن يتصرف، ما عاد الله إله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. في الطرف المقابل دكتور، يقول لك البعض الذين يدافعون لا أن هناك عمل وحجاب، يقول لك طيب الإنسان يستطيع أن يضر إنسان، يعني الآن في بعض الدول هنالك جيوش تتحكم في شعوبها وتقتلها وتفعل وتشاء، وكذلك هذا العالم لا المخفي. تتحرك إلا بأمر الله، ولا تنفذ إلا خطة الله. أبدا أبدا أبدا، هذا الدين إذا الله أسلمك إلى غيره، جيش اكتساح وتهديم وقنابل، كله ضمن علم الله عز وجل، عندها لا بها، عند مشيئة سمح الله بوقوعها. نعم. بس نعم. نعم. طيب هل الآن يمكن أن يقع أذى من الجن للإنسان ويسمح الله به، ولا مبدأ أصلا ممكن أن يضر الجن الإنسان غير وارد دكتور؟ ممكن يضر الجن الإنسان الغافل فقط. نعم. وطبعا يعني يسمح الله بذلك، أحد نتائج الغفلة تسليط الجن على الإنسان. نعم. ولو شاء، شوف، لسلطهم عليكم. تمام. أي. أما مبدأ دكتورنا أنه العمل والحجاب والرابط والكذا، وكثير من الناس تتوقع أنه كثير من أمورها المعطلة في الحياة بسبب هذه الأمور، أو من حد حدوة حصان. نعم. أو حذاء طفل صغير وراء السيارة، كلها ترهات وكلها أباطيل. هل تدخل من باب الشرك دكتور، خرز الزرق وكذا التي ترد العين والعمل وما شابه؟ طبعا تدخل من باب الشرك. نعم. في هذه القضية. أما أنت شيخنا لا تؤمن كثيرا بوجود يعني العمل والحجب والكذا؟ لا أؤمن أصلا سيدي. لا تؤمن بها دكتور؟ أنا مؤمن بطاعة الله، في إله أمرني افعل ولا تفعل. نعم. أنا لما طبقت أمره تولى حفظي. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تولى الدفاع عني الله عز وجل. طيب موضوع دكتور المس، أن يمس الجن الإنس، يعني هل هذا أيضا وارد دكتور؟ وارد المس. يعني ما المقصود به دكتور؟ حالة عالية من تدخل الشيطان في حياة الإنسان. لكنها عفوا تبقى دكتورنا تحت بند الوسوسة؟ طبعا. لكن مستوى عالي ولا أكثر من ذلك؟ لا، إذا مسهم طائف من الجن تذكروا فإذا هم مبصرون. علامة المؤمن عنده حساسية، لما بيجي خاطر سيء كأنه الشيطان وسوس له، إذا تحرك حينفذ الخاطر، المس أخذ وضع عملي، إذا تذكر نفذ. نعم. ما أفهم حتى كدكتور، فهم حضرتكم تماما، أنت ترى أن علاقة الجن بالإنسان هي تقتصر على جانب الوسوسة؟ أبدا. لكن لا تتعدى أنه مثلا يسيطر علي وعلى حركاتي وانفعالاتي وصوتي وكذا؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في أوضح من هيك؟ في آية أشد وضوح من الآية هي؟ وما كان لي، هي ما كان سيدي باللغة بليغة جدا. مثلا لو واحد لو سألناك هل أنت جائع، تقول لا فقط، نفيت الحدث. لو سألنا واحد
يعني كما أنت إن شاء الله مستوى عالي من الإيمان، نسأل الله ذلك. اللهم جل. هل أنت سارق؟ بيقول لك لا، فقط بيقول لك ما كان لي أن أسرق. هي ما كان لي بتنفي عشر أفعال. نعم. لا أفعل ولا أرضى ولا أقبل ولا أغطي ولا أسكت ولا 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 ولا، يعني بالتعبير المعاصر مستحيل وألف ألف مستحيل. نعم. وما كان لي عليكم من سلطان. نعم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. موضوع التفريق بين الأزواج دكتور، ورد ذكره في بعض النصوص الشرعية. نعم. نعم. كيف يتم التفريق بين الأزواج وعلى أي أساس؟ بوسوس له مثلا، تهمل حالة أمامه بكرهها، تزين لغيره، هي وسوسة، بأبهى زينة أبهى مكياج لغيره للضيوف للطريق. نعود لنقطة الوسوسة. وسوسة. نعم. بس مش إنه دكتور، وما عفوا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بالوسوسة فاستجبتم لي فلا تلوموني. لكن فكرة الدكتور إنه مثلا والله وضعوا لذلك الرجل شيء في شرابه فما عاد يحبها بعد اليوم مهما فعلت من خير، والله كل الكلب قدمك الله وكيلك، كله مرفوض عندك دكتور. هذا الكلام لا، عندي وعندي. نعم. الشرع سيدي. نعم. معي. نعم. دليل. القصد عفوا من ناحية الشرعية. نعم. ترفضه. نعم. دكتور أبدا أبدا. نعم. وإنه والله يريح الناس لك، ما في إلا الله لك، عامله فقط، عامله فقط بيحميك بيدافع عنك، لا في شيطان ولا في وسوسة ولا في جن ولا في شيء منوب. نعم. من يرو من يزورون بعض يعني الأشخاص الذين يرقونهم دكتور، بيقولوا أنت معمول لك عمل، أنت عندك ربط، أنت عندك حجاب، ولن تتزوج حتى يفك الربط، ولن تتزوج فلان حتى تتعالج. أنا ما عندي يقين بهالأشياء أطلاقا. نعم. طيب لو شعر إنسان دكتور أن حياته معطلة، يعني مثلا فتاة كلما يتقدم شاب لخطبتها مثلا دائما تنتهي الأمور بمصيبة، مثلا تكرر ذلك 10-15 مرة متتالية، بتتقرب لله بصدقة، والصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير. نعم. أنا عندي هالنقطة، بتقرب إلى الله بصدقة، بعمل صالح، بنية طيبة. نعم. دكتور إذا شعر إنسان أنه غير موفق في حياته، الآن تفضلت وذكرت لنا نصيحة أن يتقرب من الله وأن يتصدق، هل الرقية مثلا أن يحافظ عليها يمكن إذا كان فيه شيء يعني غير موفق بحياته؟ الجواب، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، متوهم الله ضده، ما بيتوفق، وإما تحرك مسدود في باب مسدود. من كان يظن يعني يتوهم أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، دقيق، فليمدد بسبب إلى السماء، يتصدق، يعمل عمل طيب، يقدم خدمة لإنسان، يعمل عمل يرضى الله عنه به، فليمدد بسبب إلى السماء، ما بكفي، ثم ليقطع، بعضهم قال يقطع كل معصية، بيستقيم وبيتقرب إلى الله، ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هاي الآية أصل بالموضوع. حيدة مرة تانية، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، لك أنا مالي موفق، أنا مالي حظ، مسكينة هالبنت مالها حظات، بتكون متبرجة، عندها غيبة، عندها نميمة، عندها كبر. طب هون سيدنا اسمح لي، قد تكون صالحة ومتدينة ومحجبة ولم يعني ولم توفق إلى الخير، متدينة وصالحة ترضى بقضاء الله وقدره، يعني إذا لم توفق مثلا بعمل بدراسة بقضاء الله وقدره، في إله. نعم. بس مش معناها أنه في حدا عملها عمل وقاطع نصيبها. أبدا أبدا، أنا هذا إيماني سيدي. نعم. نعم. أنا أقول لك ما أعتقد. دكتور يعني كيف نحصن أنفسنا من هذه الوساوس، من السحر، من الشعر، من الجن فقط. شوف، في عنا أولا طاعة الله عز وجل، وقد عايش إنسان ببيئة غير مؤمنة، عنده حاضنة غير صالحة، بنقول له يجب أن تكون مع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين مع المتقين. فما لم يكن لك حاضنة إيمانية ما بتقدر، أنت مكلف تآمن وتطيع وأن تعيش مع المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا في حفظه. نعم. لا، أنت لو فرضنا هل علبة المحرمة، هي أنت عندك علبة محرمة. نعم. محارم، هي ما فيها قنبلة، محارم فقط. نعم. فإذا واحد لك فيها قنبلة
وانت عندك يقين انه هي محارم فقط، مو معقول سدوس. انا ما بقبل شيء الا بالدليل. نعم. دين هذا سيدي، دين مصير انسان، مصير ابدي، سعاده وشقاء. اي والله في خزعبلات وفي اضافات وفي اوهام وفي بدع، والله لا، ما انزل الله بها من سلطان. اقصد نحصن الكتاب والسنه فقط. نعم، مثلا اذكار الصباح والمساء دكتور، الصلوات الخمس متقنه، نعم، غض البصر، نعم، الدخل الحلال، نعم، الانفاق الحلال، تطبيق منهج الله الشمولي بكل حياته بس. نعم. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. نعم. وأنت في حفظ الله، في رعايته. سيدي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة. بس ما المقصود دكتور أنه في ذمة الله، أو حديث النبي احفظ الله يحفظك، يعني لا يمس سوء؟ أغلب الظن إلا لحكمة بالغة، أغلب الظن السوء بمسه له أثر إيجابي لصالحه. نعم. نعم. طيب دكتورنا الكريم، الآن يعني لمن زار راقيا أو معالجا وأخبره أن لديه شيء، فصار مقتنع الآن نفسيا أنه عنده شيء، أنه أنا مثلا في داخل جن، أو أنا ربط لي عمل، أو صنع لي تفريق بيني وبين أهلي أو بيني وبين شريكي وما شابه، كيف يمكن الآن أن يعود إلى حياته الطبيعية من جديد؟ هو الآن يتعامل فعلا وكأنه مريض بهذا الداء. سيدي، واحد امرأة تتعامل مع الجن، فجاءتها امرأة تشكو لها أن زوجها لا يحبها وتخشى أن يطلقها. فشوف شو أمرتها، ذكية جدا هي. قالت الأول شيء تنظفي تمام، نظيفة درجة أولى، ولبسي أجمل ثيابك أمامه، وهي له الطعام بالوقت المناسب. حكيت شيء 30 نصيحة طبقتهم، أم حبة كثير، قامت من جهلة شهمت أنه محبته إلى ناتجة من من توجيه المنجمة. لا لا، قالت لها اعتني بهندامك. نعم. وتنظفي، وهيئي له أكله بوقت المناسب. حكيت لها أسباب السعادة الزوجية، فيسعدت بزوجها. فإن إحنا الأمور موجودة بالشرع، موجودة. نعم. أي مشكلة في سبب، إلغي السبب يذهب العجب. نعم. نعم. في زاوية أخرى دكتور، هل يمكن للإنسان أن يأذي الجن؟ يعني أحيانا الناس تقول لك إذا بالدنيا ليل ومنطقة مثلا كصحراء أردت أن تلقي شيء مثلا حجارة أو كذا، يعني سم الرحمن بصوت عالي ليستمع إذا كان هنا جن أو ما شابه، هل هذا وارد؟ أنا والله ما مر معي إيش. نعم. ما مر سيدي، في إضافات وفيه أشياء. نعم. لا يعلمها إلا الله. دخل على الدين ما ليس فيه. ما هو التجديد في الدين؟ تجديد الدين لا يجدد، دين توقيفي. أما التجديد في الدين أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هي البطولة. هي غلط وهي غلط، وهي ما لا أصل، وهي شبهة، وهي بدعة. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد بالدين. نحن لا ننتفع بهذا الدين إلا إذا أزحنا عنه ما ليس منه. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دكتور؟ لا، جريت محاولة. هو في رأيين، في رأي أن الله قال وما أنت من المسحرين، نفي، لكن في حديث صحيح أنه سحر. الجمع بينهما سهل جدا، إما أن تنفي عنه السحر اعتمادا على الآية الكريمة الصريحة القاطعة المانعة، وإما أن توفق بين الآية وبين الحديث الذي رواه عاصم أنه سحر. يعني سيارة محصنة ضد إطلاق الرصاص، أطلق عليها النار لكن ما تأثرت به إطلاق. إما أن تقول لم يطلق عليها أريح لك، أو أطلق ولم تتأثر به. نعم. بس يعني بيقولوا أنه سحر ممكن بس ما تأثر فيه. الساحر ما حكمه عند الله دكتور؟ كافر، من سحر فقد كفر. نعم. ومن لجأ إلى ساحر كفر. من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. يعني إذا أنا بدي أنتقم من حدا فأذهب إلى ساحر وأعتقد أنه يستطيع أن يساعدني في ضره، فقد كفر، هذا كفر بالله، بما أنزل على محمد، ومن سحر فقد كفر. هل لهم من توبة دكتور؟ نعم، ممكن أن يدخل بالإسلام الجديد طبعا. أبدا. نعم.
أنا أؤكد يعني في ختام الحلقة دكتور ما نوهت له فضيلتكم أكثر من مرة أن الضار والنافع وحده هو الله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يخلقنا وأن يركننا إلى غيره فيضرنا أو ينفعنا، وإنما يعني الله وحده الضار والنافع. يعني إذا ونقطة ثالثة أن دور الجن يقتصر على الوسوسة والتزيين والتزييف للحقائق، لكن لا يتعدى ذلك، يعني لا يتحكم بنا وبإرادتنا وبحواسنا أبداً نهائياً.